ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا في سلسله المعلومات القانونيه او سلسله الموضوعات القانونيه ان احنا بنتكلم عن اهم المواضيع اللي بتهم شباب المحامين، واللي بيتم عرض هذه السلسله من خلال موقع نقابه المحامين لكي تكون هناك مراجع قانونيه يستفيد منها زمايلنا واصدقائنا واولادنا من شباب المحامين. النهارده هنتكلم عن الفرق بين الرؤيه والحضانه. خلينا الاول نقول الرؤيه. الرؤيه هو حق للاب او حق للام اذا كان الطفل في حضانه ابيه، او حق للام اذا كان الطفل في حضانه ام الاب. اذا كان الطفل في حضانه ام الاب، الحق في الرؤيه هو حق الابوين في ان كل طرف منهم يشوف ابنه. الحالة العامة في مسألة الرؤية ان الحضانة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وفقا لاحكام القانون المصري، الحضانة دايما للام، الحضانة القانونية والشرعية للام. وبالتالي الام لما بيكون الطفل في حضانتها ده بيترتب عليه ان الاب هو اللي يطالب بالرؤية انه عايز يشوف ابنه. لكن احيانا بعض الحالات ان الام بتتجوز والولاد في حضانتها وتكون امها ميتة، فتنتقل الحضانة الى ام الاب، جدة الاولاد من الاب. في الحالة دي الام هي اللي بترفع دعوة رؤية عشان تشوف ولادها. الرؤية هو حق للابوين في انهم يتقدموا بطلب للقاضي، في حق بيطالب بحقه في انه يشوف ابنه او تشوف ابنها. ولذلك بعض الفقه القانوني في مصر يقول لك ان الرؤية هي حق للطفل المحضون قبل ما تبقى حق للاب او الام، لان الطفل بيكون محتاج للرؤية وانه يشوف ابوه ويرتبط بيه اجتماعيا واخلاقيا وادبيا اكتر من حاجة الاب في انه يشوف ابنه. ولذلك لما نيجي نتكلم عن الرؤية نقول ان الرؤية حق للمحضون وحق للاب. وعلى فكرة الرؤية من النادر ما تسقط عن الاب، من النادر لما تسقط عن الاب الا اذا مات او دخل السجن. ما دون ذلك مفيش اي سبب يمنع الاب في انه يشوف ابنه حتى لو ما كانش بيصرف عليه. اما بقى الحضانة، الحضانة قلنا انها تنتقل تلقائيا ومباشرة للام في حالة وجود الطلاق، لان الاطفال بيكونوا في حضانة امهم حتى لحد السن القانوني وفقا لاحكام القانون المصري اللي بيقول ان الحضانة للولاد والبنات 15 سنة، وبعد 15 سنة يخيروا يروحوا للاب ولا يكملوا مع امه. والحضانة بتبقى للام لان الشريعة الاسلامية بتقول كده. فالحضانة تختلف عن الرؤية، الحضانة حق للام، انما الرؤية حق للطفل المحضون في انه يشوف ابوه اللي محروم منه. يبقى الفرق بين الحضانة والرؤية ان الحضانة حق للام في انها تحتضن اولادها في رعايتها عشان تقدر توفي بمتطلباتهم كاطفال من الرضاعة والخدمة وما شابه، بعكس الرؤية التي هي حق للمحضون في رؤية أبيه فإنه يصرف عليه ويشوفه ويرتبط به اجتماعيا وأدبيا. وبالتالي خلينا نقول إن زي ما للأم الحق في الحضانة، للأب الحق في الرؤية. وفي كل الأحوال الحق الرئيسي والحق الحقيقي في هذه المشكلات هي حق الطفل المحضون في إنه يشوف أبوه وإن أبوه يصرف عليه، وحق الطفل إنه يكون في حضانة أمه عشان تهتم برعايته وخدمته عشان يقدر يخرج للمجتمع طفل سوي سليم. أحمد مهران.